في كتب الأساطير فيه شيطان مرعب اسمه جاك فروست، وهو كان واحد من جماعة سانتا كلوز أو بابا نويل يا صديق. ولكن طمع جاك في القوة والحكم وعمل جرائم كتيرة في عالم سانتا، وسانتا حاول يحذره أكتر من مرة ولكن جاك مهتمش، لحد ما في يوم رجع سانتا للبيت ولقى مراته مقتولة وعرف إن جاك فروست هو اللي قتلها، وأمر بالقبض عليه وسانتا قعد يعذب فيه للانتقام. وبعد كده قتل جاك وقطعه الخمس قطع ووزعها في أماكن متفرقة في عالم الأرض، وألقى عليه لعنة هتفضل حبسه للأبد كروح ضعيفة ووحيدة. ولكن بعد فترة ظهر فارس طامع في القوة والحكم وسمع عن أسطورة جاك ولف الأرض وجمع كل الأجزاء ما عدا الإيد بس، وقدر إنه يحرر جاك ولكن قوته مش كاملة، وجاك قتل الفارس وأصبح روح حرة بتظهر بس في الكريسماس للبحث عن الإيد اللي نقصاه. وفي عالم الأرض وفي الغابة بيهرب الأب والأم والابنة من السفاح الشيطان جاك فروست، والاب ساب عيلته تستخبى في الكنيسة وهو هيحاول يدفن ايد جاك اللي لقاها، وبيتمنى انه يقدر يوقف اللعنة. وحاولت الابنة ليزلي انها تقفل الباب، ولكن التلج الخاص بجاك اصابها بلعنة في ايدها عشان يتبعها عن طريق سلالة الدم اللي هي عيلتها المستقبلية يا صديقي، وده طبعا لو فشل انه ياخد ايده. والاب بيحفر عشان يدفن الايد ولكنه حس بجاك ولقى التلج جديد، وجاك قال له انه حتى لو دفن ايده مش هيقدر يوقفه. وجاك نقله لعالم الجحيم وحصل على ايده وقوته زادت، والام ما سمعتش صوته وحست انها بامان، ولكن جاك وقعها في الفخ وقتلها. وكده مش فاضل غير ليزلي وبس، ومعها شمعة هتحاول تحمي نفسها بيها من السفاح، لان نقطة ضعفه هي الحرارة طبعا لانه شيطان مكون من تلج. وهجمت ليزلي عليه وخدت منه ايده، وعلى حظها ان جرس الساعة رن والساعة عدت 12 منتصف الليل، وكده مهلة السفاح لل الحصول على ايده خلصت، ووقت جاك خلاص انتهى وهيرجع لعالم الجحيم. ولكنه حذر ليزلي وانه هيطاردها وهيظهر من تاني وهينتقم منها هي وسلالة دمها القادمة، واللعنة اللي سابها في ايدها هتربطه بيها دايما. وبعد 50 سنة ذكريات اللي حصل لسه مع ليزلي الست العجوزة دلوقتي، وفاكرة كل الذكريات دي اكنها لسه حصلة مبارح، وبكرة هو الكريسماس ودايما بتحس بالخوف من اليوم ده. وعلى مدار الخمسين سنة اللي فاتوا عمرها ما احتفلت بالكريسماس، وهي عايشة في نفس البيت المعزول في الغابة اللي عيلتها كلها ماتت فيه، وبيظهر زوج بنتها واسمه جيمس ومعاه بنته بيبر، والاب مخزن اكل وشرب عشان ليلة الكريسماس اللي هتبدأ طبعا لما الوقت يبقى 12 منتصف الليل. وهم كلهم بقالهم فترة كبيرة ما بيحتفلوش بالكريسماس بسبب اسطورة جاك مع الجدة ليزلي، وبيحاولوا يتأقلموا على الحياة دي رغم انها صعبة. حتى الاب والام ما بيسمحوش لبيبر انها تخرج في ليلة الكريسماس، والجدة مثبتة نظام حماية قوي في البيت للحماية من جاك فروست لو ظهر لهم في اي وقت، والام اسمها ألبة وامها ليزلي دربتها على الفنون القتالية للدفاع عن النفس، وده طبعا عشان لو جاك ظهر تعرف ألبة تتصرف. وقال الاب والام البيبر ان بنت اخت ألبة هتوصل للبيت عشان تحتفل معاهم بالكريسماس لان امها مسافرة مع جوزها الجديد، وبيبر متضايقة لانها ما بتحبش لورا بنت اخت امها، ولقيت ألبة ان امها ليزلي ظهرت، وألبة فاجئتها لانها تحتفل بالكريسماس الليلة، هتحتفل مع عائلتها وكمان لورا لان لورا ابوها لسه ميت وهي وحيدة من ساعتها وعايزين يخففوا عنها، ودي مجرد ليلة واحدة بس. ولكن الجدة غضبت لان ليلة واحدة بس من 50 سنة خلت جاك فروست يقتل عائلتها واكتر من نص سكان القرية كمان. ولكن الجدة مش هتقدر توقف بنتها وقالت لها ألبة انهم هيسيبوها في غرفتها ومش لازم تحتفل معاهم، والجدة قلبها مش مريحة ومش هتقدر تعمل حاجة. ولقى جيمس الباب خبط ولورا وصلت ورحب بيها وعامل لها مفاجأة، ولقى جارته كمان باتي ظهرت وفرحانة جدا بسبب جوابات الاحتفال بالكريسماس اللي توزعت على كل البيوت في القرية، وادت لجيمس الجواب اللي استغرب لما لقى مكتوب فيه كلمة الليلة، وقالت باتي انه اكيد فيه جار جديد انضم للقرية، وبعت الجوابات دي كرسالة ترحيب ليهم انه هيعمل لهم مفاجأة. ولكن جيمس مش مرتاح وورى اللورة المفاجأة وهي شجرة الكريسماس اللي هيزينوها الليلة، وبيبر
وبيبر في غرفتها لقت رسالة من أصدقائها إنهم هيسهروا الليلة في الكنيسة اللي قتل فيها جاك عيلة الجدة ليزلي، وبيبر طبعا هتروح معهم أكيد للاستمتاع بالرعب، والجدة بتفتكر الذكريات وصور الحادثة اللي حصلت. اللي الشرطة ما زالت بتدور على السفاح اللي قتل نص سكان القرية، وطبعا مش هيصدقوا أسطورة جاك فروست، والجدة إيدها لعنة جاك منتشرة فيها وحاسة إنه هيظهر الليلة لأنه هيتتبع سلالة دمها وهي بنتها قلبه وعيلتها. والشيطان السفاح جاك فروست عاد من جديد، وباتي رجعت لبيتها بعد ما الليل حل، واستغربت لما لقيت ان النور فاصل، وفجأة حست ببرودة شديدة ولقيت رسالة ومكالمة من السفاح جاك اللي قال لها انه هيقتلها، وحست انه مقلب عادي من جوزها، ولقيت على الشباك رسالة مكتوبة بالدم ان دورها جاي لان جاك قتل جوزها وكتب الرسالة دي من دمه. وجاك هجم عليها وقتلها وبيقطع من لحمتها. وفي بيت ألبا وجيمس هما مهتمين بتزيين شجرة الكريسماس مع لورا وخلوها تحس بالسعادة، ولكن بيبر حاسة بالغيرة لأنها من ساعة لما اتولدت وهي عمرها ما احتفلت بالكريسماس، ولما لورا وصلت للبيت هما دلوقتي بيحتفلوا عشانها. والجدة حاسة بالقلق ولكن محدش من العيلة حاسس بخوفها، وبيبر هتطلع لغرفتها عشان هتنام بدري، وسمعت صوت جدتها بتنادي عليها، ولما راحت لها لقيتها بتديها الكتاب اللي فيه قصة جاك فروست، وطلبت منها انها تهتم بيه لانه فيه طريقة للقضاء على السفاح لو ظهر الليلة. والجدة حاسة انها خلاص هتموت، ووعدتها بيبر انها تهتم بالكتاب، ولكن لما رجعت لغرفتها رمت الكتاب وما اهتمتش. وجيمس وقلبة ولورا خلصوا تزيين في شجرة الكريسماس ومستنيين انهم يفتحوا الهدايا بكرة الصبح، وده طبعا لو عاشوا. وقبل ما تدخل لورا لغرفة حاولت تدخل لغرفة بيبر، ولكنها لقت بيبر هتهرب عشان هتروح للكنيسة مع أصدقائها، وبيبر هتاخد لورا معاها، وشغلوا فيلم بصوت عالي عشان جيمس وقلبه ما يقلقوش وما يعرفوش انهم سابوا البيت. ولكن لورا هتاخد كتاب الجدة لانه عجبها، وقلبه بتحكي لجيمس على قصة السفاح جاك فروست، والشرطة لما دورت عليه ما لقيتهوش، ولحد دلوقتي بقالهم 50 سنة بيدوروا على السفاح ومش لقينه. ولكن القرية هادية بقالها 50 سنة وخلاص محدش بقى مهتم بالأسطورة، وجيمس وعد قلبة انه مهما حصل فهو هيحميها هي وبنته بيبر. ووصلت بيبر ولورا للكنيسة وقابلوا باقي البنات التلاتة، وكلهم مش خايفين من المكان وهدفهم هو الاستماع لبعض القصص المرعبة ومحاولة الاستمتاع بالليلة، وفرحانين انهم شافوا لورا وبيتمنوا انها تحكي لهم قصص مرعبة جديدة. والجدة صحيت من النوم بسبب الكوابيس وحست ان جاك ظهر ومش عارفة تكمل نوم، والبنات زهقوا من قصص الرعب المكررة اللي بيحكوها في كل ليلة كريسماس، وقالت لهم لورا انها تحكي لهم قصة السفاح جاك فروست، والقصة دي هتحكيها من كتاب الجدة ليزلي. ومستغربة قلبة لان النور مش شغال عند جارتها باتي، وحست بالقلق لانها المفروض انها تكون بتحتفل بالكريسماس مع جوزها، والبنات حسوا بشوية خوف من قصة جاك ولكنهم عارفين انها مجرد اسطورة، وطارة نفسها انها تقابل السفاح الاسطوري المرعب. وليلي معاها لعبة نار حلوة عايزة توريها للسفاح جاك، وصوفي مش مهتمة وهتسيب البنات في الكنيسة وهتروح تتمشى لوحدها شوية. وحاولت قلبة انها ترن على باتي ولكنها ما لقيتش منها رد، وحاول جيمس انه يطمنها ولكن قلبة هتروح لبيت باتي وهتطمن عليها. وصوفي بتتمشى في الغابة ما خدتش بالها من السفاح جاك اللي ظهر، وسمعت صوت حواليها، وفجأة حبل إضاءة الكريسماس اتلف على رجلها والسفاح خطفها، وسمعت باقي البنات صوت صراخ صوفي وحسوا انها بتعمل فيهم مقلب عشان تخوفهم بسبب قصة جاك، ولكن قلقوا من الصراخ المستمر وكلهم هيروحوا يدوروا على صوفي. وقلبة متجهة لبيت باتي لقيت التلج منتشر في كل مكان والبرودة كمان اشتدت، وحست ان دي علامة زور السفاح جاك. ولما دخلت لبيت باتي شمت ريحة حاجة بتتحرق في الفرن ولقيتها لحمة، ولقيت كمان
جثة باتي وجوزها، والسفاح مقطع منهم اللحمة وبيشويها في الفرن، والبنات بيدوروا ولقوا صوفي مربوطة في شجرة الكريسماس، ولما حرروها لقوا جاك مسيطر عليها وهتساعده للقبض عليهم، والبنات جريوا وافترقوا عن بعض، والسفاح وصوفي هيطردوهم لقتلهم. ورجعت قلبة للبيت وقالت لجيمس على اللي شافته في بيت باتي، وحاول يكلم الشرطة ولكنه مش لاقي شبكة تليفون خالص، وكمان الكهرباء عندهم هتفصل والحفلة هتبدأ، ولورا وبيبر مستخبيين في مقابر القرية. والسفاح هجم على طارة وحطها في شنطة وبيخبط بيها في الشجرة وقتلها، والحل الوحيد للورا وبيبر هو انهم يرجعوا للبيت بسرعة. والسفاح مراقب ليلي، وحلها الوحيد هو انها تشغل لعبة النار اللي معاها، لان السفاح ما بيحبش الحرارة لانه مصنوع من التلج، وقدرت انها تضعفه وعمالة بتغلط فيه، ولكن الكارثة ان نار اللعبة خلاص خلصت، والسفاح مش حاسس بالألم وهيطاردها للانتقام، وجريت عشان تستخبى في الكنيسة والسفاح حاصرها ولمس الارض بايده وحولها لكرة تلج وماتت. والسفاح خلاص مش فاضله غير عيلة بنت ليزلي، ومش هيهدأ الا لما يعرف مكان ايده. وصوفي نجحت انها تلاقي لورا وبيبر، ولكنهم جريوا بسرعة ورجعوا للبيت وحاولوا يقفلوا الباب، ولكن صوفي منعاهم، فراحت بيبر وجريت وجابت سكينة وقتلت صوفي، وقفلوا الباب ومش مدركين ان السفاح جاك هيطارد اضعف واحدة فيهم، واضعف واحدة فيهم هي الجد ده ليزلي طبعا. وزي ما وعدها من 50 سنة انه هيرجع وهيطاردها، وحقق الوعد ورفضت انها تقوله على مكان ايده، وزهق منها ونقلها لعالم الجحيم. والساعة عدت 12 ولازم يلاقي ايده قبل الوقت ده، ولكن بسبب البشر اللي عددهم كبير اللي قتلهم قوته زادت، وهيفضل موجود على الارض لحد ما يلاقي ايده. ولقت قلبة ان امها اختفت ومش باقي منها غير الرسالة السحرية، الرسالة السحرية اللي حاولت الجدة انها تلقيها على جاك وتقضي عليه، ولكنها فشلت ومش فاضل من الجدة غير التلج وبس. ولما قرأت لورا كتاب الجدة لقيت ان نقاط ضعف الشيطان جاك فروست هي الحرق او الحرارة، وجيمس زي ما وعد قلبة انه هيحمي عيلته فهياخد بيبر معاه، وهيروح يجيبوا العربية عشان يمشوا من هنا، وهيسيب قلبة مع لورا. ولقى جيمس جثة صوفي وخلاص مش هتصحى لان جاك مش محتاجها، ووصل للعربية وحاول يشغلها ولكن هتاخد وقت بسبب البرودة، ولما اشتغلت بيكون جاك ورا جيمس واصابه، وبيبر بتحاول تهرب هي وابوها، ولكن ابوها طلب منها انها تهرب وترجع للبيت، وهو هيروح يشتت السفاح وهيديها فرصة للهرب. وجاك استعمل قوته ولمس الارض ونقل جيمس لعالم الجحيم. ورجعت بيبر للبيت وقالت ان ابوها مات واتضايقت قلبة، وراحت تجيب سكينة عشان تقتل جاك وتحمي ما تبقى من عيلتها، ولكن جاك ظهر وكان هيقتلها، ولكن ترخلت لورا وحدفته بالمية السخنة اللي كانت مجهزاها، وجاك تأثر واختفى مؤقتا، ولكنه اصاب قلبه بلعنة زي ما عمل مع امها زمان عشان يتبعها، ولكنها قطعت ايدها عشان تمنع السفاح من الظهور في المستقبل. والليل لسه طويل وعارفين ان جاك هيظهر تاني في اي وقت عشان ايده، وهدفهم هو البحث عن ايده ويعملوا ليه فخ، ولكن قلبه مش عارفة المكان اللي امها دفنت فيه ايد السفاح، وليزلي ما قالتش لحد خالص عن المكان، ولكن لما فكرت بيبر قالت اكيد الايد في المقابر لانه محدش هيدخلها او هيتوقع ان الايد مدفونة فيها. وفعلا راحوا للمقابر وبيدوروا على الايد، وراحت لورا تدور على بنزين عشان يحرقوا السفاح، ولقت قلبة وبيبر الايد وفرحوا لانهم مستعدين للفخ، لان لورا كمان لقت البنزين. ودخلت قلبة للكنيسة ونادت على جاك اللي ظهر، وقالت له انها مستعدة انها تديله ايده في مقابل انه يسيب لورا وبيبر في حالهم، ووعدها انه هيعمل كده لو اديته ايده، وسابت له الصندوق على الارض اللي فيه ايده،
ولما راح يفتحه ملقاش حاجة ووقع في الفخ، ورشته لورا بالبنزين ورمت بيبر عليه النار وجاك فروست ولع، وقدروا انهم يقضوا على السفاح الشيطان الاسطوري. والصبح حل والهدوء رجع من تاني للبيت وللقرية، وهم التلاتة هيدفنوا ايد السفاح جاك، ولو ظهر من تاني هم هيحربوه، ومصيرهم انهم يفضلوا في القرية ويحموها من السفاح. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.